السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. راح نأشر بالكتاب النشاط الأكتيفيتي، أهم التمارين المهمة باليونت 2، اليونت الثاني يبدي من صفحة 20. طبعا هذا التمرين كلش مهم، هذا 15 نقطة تحفظوها. هذه يجيب لكم توصيل، وأنا جبت لكم إياه نفس الشيء، كله جبت لكم إياه، فهذه أحفظوه. يجيب لكم لست A ولست B، بس هذه لا. صفحة 21 ها حبي، هذا الجو وتو جو وجوينج، هذه حفظ مهم جدا، هذا كلش كلش مهم. يعني هاي صفحة 20 و21، 22 مو مهم. هذه هاي قطعة، هذا قطعة لوسي وسميرة، هذه الأسئلة عليها، هذه كلش مهمة. وأقروا صفحة 24، طبعا كل هناني شارحتهن ومنزلتهن موجودة بالقناة، هذه أهم مهم، هذه قلت لكم. وصفحة 25 هذه مهمة كلش مهمة، هاي ترو فولس سميرة ولوسي. وأيضا هذه صفحة 26 هاي، هذه بي مهمة، وهذه أيضا مهمة عن present symbol، عن المضارع البسيط، هذا كلش مهم. هذه يجيبوا لكم نقطة من عندها، فشوفوا ياها النقطة، المهم كلها تحفظوها. بعد شنو اليونت 2 هياتها، هذه صفحة 28، بي مهم، هم يجيبوا لكم اختيارات هاي المفردات وتكتبوها، هاي كلش مهمة. بعد شنو ايش عندي، هذا مهمة كلش، هذه جدا مهمة، هذه هم لست A ولست B توصيل ماتش، صفحة 31. هذه التعاريف كلش مهمة، ومنزلت هذا بفيديو بوحده، يعني بوحده هذا الفيديو منزلته، كلش مهم هذا اللي تقروه. نقول هذا هم مهم، عن باست سمبل الماضي البسيط، يعني وهذه هم مقروه، هاي اخر ورقة من اليونت 2، هذه هم اقروها، هذه اللي تقروها زين. يعني هذه اهم التمارين المهمة باليونت 2، وان شاء الله التوفيق.